بغينا نعرفوا منك الحكام اللي قادوا مباراة يوسفية ورشيد ومباراة زمامرة. نعم، فالحكم كشاف مصطفى، الحكم الدولي كشاف مصطفى قاد مقابلة السد، مقابلة السنة، تنعرفوا بأن جميع المقابلات اللي قاد كشاف ما غاداش تكون عندهم قيمة بحال هذه المقابلة في هذه السنة هذه، لأنه سوف تحدد البطل. سمحني نسولك على مصطفى الكشاف، هو حكم مباراة ديال برشيد واستاد المغربي اللي حدات لينا شكون اللي صعد. الكشاف من عصبة الدار البيضاء، واش حكم الدار البيضاء يمكن يقود مباراة بهذا الحجم رغم أن برشيد قريب للدار البيضاء؟ نعم، قريب للدار البيضاء. فاختي هبه راه في الثمانينات، غير في الثمانينات، في الثمانينات 80 81 82 ولا تذكرها السي العراقي، فحكام الدار البيضاء كانوا يلعبون للوداد مع الماس، يلعبون للوداد مع اكادير، وحكام اكادير ممكن يلعبوا الفريق ديال اكادير. من بعدها ما بقاش، ولا كل حكام تيكون محايد العصبه ديالو. فمصطفى كشاف حكم دولي، واخا يلعب الفريق من الدار البيضاء مع فريق اخر فهو غادي يمشي يلعب لي الالوان. وبالفعل فتيسرت ليه الامور بالامس وخرج المقابله بر الامان، ما كانش بوحده، فكان هناك طاقم اللي فيه ستار عصام انبارو نور الدين والحكم الرابع المرابط مروان، هادو اللي قادوا معاه المقابله واخرج الى بر الامان بدون اخطاء بدون هفوات. كان قريب من العمليات وكان تواصل جيد مع الحكام المساعدين. الاستعداد ديالو الذهني والبدني لهذه المقابله هو اللي ساعده باش يخرج هذه المقابله الى بر الامان.